سلام غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي ديليس لبنى. مرحبا بكم البنات، مرحبا بالناس اللي اول مرة كيلتحقوا بالقناة. كنقول لهم كيما ديما مرحبا والف الف مرحبا. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وصفة اليوم والاقتراح اليوم اللي غادي يكون ان شاء الله ميني بسبوسات او بسبوسات فرديين اللي كيجيو معلكين وخفاف وكيجيو هائلين، ما كاينش اللي كيدوقهم عندك وغادي يطلب منك المقادير او لا غادي يطلب منك الوصفة. بقاو معايا البنات، شاهدوا الفيديو للاخر، وكما كنقول لكم ديما شكرا لكم بزاف، شكرا على التتبع ديالكم وعلى التعليقات الزوينين ديالكم. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي غنبدا بهم هما الاولين، غادي نطربهم سواء في الباتور او لا في مولينكس ولا اللي كان، المهم خصهم يطربو هما الاولين اللي يعطيونا خليط متجانس وغادي يكون ابيض. شاهدوا معايا فغادي تشوفوا القوام ديالو كيفاش غادي يكون. كما قلت عندنا اربعة البيضات او لا ثلاثة يكونوا كبار ولا اربعة صغار. غادي نحتاجو كاس ديال الزيت وقدو كاس ديال سنيده. بالنسبه للكيسان فهاد الكاس تقريبا قدو قد كاس العنبه ديال اتاي. وغادي نحتاجو قبيصه ديال الملحه وساشي ديال سكر فاني اللي هنا فيه 7.5، فما كيهمش سوا يكون 7 او لا 8 فماشي مشكل، فهذا كيبقى غير كيعطي النكهه. نبداو على بركة الله بقبيصة الملحة وثلاثة البيضات والكاس ديال السكر او السكر سنيدة مع الكاس ديال الزيت، وغادي نضيفو سكر فاني وغادي نطرب الكل وغادي نرجع لكم باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش جا. من بعد ما حصلت على خليط بهذا الشكل اللي كيكون ثقيل وخاتم، فغادي نضيف ليه كاس ديال الحليب مع كاس ديال عصرة الليمون وغنعاود نخلط الكل ونرجع لكم. ومن بعد ما كنحصلوا على خليط متجانس وكيكون كريمي واللون ديالو كيكون مايل البيوضة، فغادي نحتاجو من بعد لجوج كيسان ديال سميدة رقيقة، سميدة اللي كتكون خاصة بالبغرير، وكاس ديال الفورس، كنحتاجو بشور ديال الحامض اولا ديال الليمون اللي كان موجود عندكم، وغادي نحتاجو جوج ساشيات ديال الخميرة. كنضيفو البشور ديال الليمون للخليط فمهم انكم تخلطوا الخليط اللي كنت تخلطوه مزيان من 5 حتى 10 دقائق، فهو كيساعد على ان البسبوسه تكون خفيفه وميم طون تكون معلكه. صافي وكنضيفوا السميده جوج كيسان. البنات بالنسبه للمقادير مجموعين فانا غادي نخليهم لكم لتحت في صندوق الوصف. والدقيق غادي نضيف معاه اوتوماتيكمون الخمارات. صافي وغادي نخلط الكل حتى يتجانس ليا الخليط ونرجع لكم. بعد ما حصلت على خليط متجانس بهذا القوام، شويه كيجي ثقيل حيت السميده كتشرب الخليط، وغادي نحتاجو
في المكونات الكوك اللي غادي نزينو به ولوز افيلي. كما كتشوفوا البنات، فانا خديت هاد المولات الفرديين، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالسميده كما كتشوفوا. بغيت نقول البنات، الا ما كانوش متوفرين عندكم هاد المولات الصغار بالنسبه لهاد المكونات اللي عطيتكم، فهي كتكفي البسبوسه وحده. تقدروا ديروها في المول العادي ديال الكيكه كاري ولا دائري، فما كاينش المشكل، فتا هي كتجي زوينه. ونبداو. خديت كيما ديما هاد المعلقه ديال الكلاص، هي اللي غادي نخدم بها. بعد ما عمرت المولات الفرديين كما كتشوفوا، فكاينين وحدين غادي نزوقهم غير بالكوك، نخليهم حتى يطيبوا ويخرجوا، وغادي نوريكم السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسات. وكاينين وحدين غادي نكتفي انني ندير لهم اللوز افيلي بحال هكا، فغادي نضيفه من الفوق. البنات، بالنسبه للفرن، الفرن الكهربائي فكنشعلوه على 180 درجة، كنكونو شعلناه قبل بخمسة دقائق عاد كندخلو البسبوسات. وبالنسبة اللي عنده الفرن ديال الغاز، فمن الأحسن أننا غادي نشعلوه غير من التحت، نكونو شعلناه 11 دقائق قبل حتى يسخن، عاد ندخلو البسبوسة نفس النار اللي كنطيبو عليها الكيكة. يعني خصها تكون نار مهيلة، ونخليهم يطلعوا على خاطرهم، ما نزربوهمش في العافيه. بالنسبه للزواق ديال اللوز ايفيلي، فانا ما غاديش نزوق كل شيء كما قلت لكم. بعد ما دخلت البسبوسات الفرديين الفرن، فغادي نحاولوا اننا نحضروا السيرو. بالنسبه للسيرو فكنحتاجوا كاس كبير ديال عصير الليمون، وكنحتاجوا ساشي ديال السكر بنكهه البرتقال او بنكهه زهره البرتقال، فكيجي جميل بزاف. كناخذوا كاسرول، غادي نحتاجوا جوج حتى ثلاثه المعلقات ديال السنيده، ومن بعد غادي نضيفو ليه العصير ديال الليمون، وغنضيفو كذلك السكر بنكهه الزهر او السكر ساشي ديال نكهه الزهر. غنخلطو الكل، وغادي نديرو فوق النار حتى يغلى مزيان ونحطوه يبرد. من بعد ما خرجت البسبوسات من الفرن، فالسيرو اللي كنا حضرنا ديجا بارد والبسبوسات سخان، كنسقيو بهم البسبوسات. كما قلت يكون السيرو بارد والبسبوسات سخان باش كتشرب لنا داك السيرو. كما كتشوفوا البنات، فبالنسبه للبسبوسات اللي ما كانش فيهم اللوز ايفيلي، فانا دردرت عليهم الكوك. شوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم، فصراحه كيجيو خفاف بزاف ومسقيين ومعلكين، وهذاك السيرو فهو كيجي رائع والمذاق كيجي هائل. شوفوا معايا هذوك اللي فيهم اللوز ايفيلي، الشكل ديالهم خطير بصراحة. أنا البنات فجربت بزاف ديال البسبوسات، كانت هذه أروعهم. كما كتشوفوا أنا قسمت معكم واحدة، بينت لكم أنها شحال هشيشة وكتجي معلكة بزاف بهذاك السيرو. وهنا كنوصل البنات لنهاية الفيديو، كنتمنى الاقتراح يعجبكم. خليوا لي لي كومونتير. بسلامة عليكم، إلى فيديو مقبل إن شاء الله.